متعب من الباحة معنا على الخط. تفضل أخي متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشيخ عندي سؤال واحد طال عمرك. تفضل. في ارتداد أول شيء. في صداد. طيب اقصر يا متعب لو سمحت تقصر شوي التلفزيون. ما عندي تلفزيون طال عمرك. طيب تفضل. هل يجوز لي الدفع من مال الزكاة وإبراء الذمة للجمعيات الخيرية في مشروع كفالة اليتيم لوالدي المتوفى رحمه الله؟ طيب. أنا لدي المال هذا وأنا أدفل للوالد. طيب اسمع الإجابة. يا أخي الزكاة واجبة عليك وثوابها لك وإثمها عليك إذا قصرت فيها، ولا تكون للوالد، لا يكون ثوابها للوالد، هذه ثوابها لك أنت. وإذا أردت أن تبر بالوالد تتصدق عنه صدقة من مالك لا من الزكاة. والزكاة واجبة في ذمتك، ويجب أن تدفعها للمستحقين، إما بنفسك وإما أن توكل عليها ثقة يؤديها إلى المستحق ينوب عنك في ذلك. نعم.